تلاحم وصمود أبناء الشعب السوري كشفا حقيقة ما يجري من تدخل سافر في الشؤون الداخلية في سوريا من قبل أعداء الإنسانية. أهالي حيدف الشوك خرجوا بمسيرة شعبية تعبر عن حبهم للوطن ودعمهم للجيش العربي السوري الذي حماهم من غدر المجموعات الإرهابية العابثة في أمن الوطن. افتخر بحالي لأني سورية، والله يحمي الجيش، والله يحمي قائدنا بشار. نحن وراءك يا سيادة الرئيس قلبا وقالبا، إن شاء الله سننتصر على الأعداء. نحن بحماية الجيش السوري قاعدين، ونحن بسوريا كلياتنا أخوة وكلياتنا إيد واحدة. أهالي دف الشوك يؤكدون وقوفهم بقوة خلف جيشهم الذي يحمي الوطن ويؤمن ظروف المصالحات الوطنية على مساحة الوطن. وأهل تضامن ودف الشوك حبوا يوقفوا جانب إلى جنب مع الجيش العربي السوري، ومنوعدهم للإرهابيين بكل شيء هدموه لحن عمره وكل شيء ألعوه لحن نزرعه. السوريون تاريخهم حافل بمقارعة الاحتلال والمتربصين، وهم اليوم يسجلوا صفحة مشرقة في دعم جيشهم لاقتلاع الإرهاب الآثم. أهالي دف الشوك يحيون وقفتهم العفوية بأهازيج النصر للجيش العربي السوري على المجموعات الإرهابية المسلحة. لأخبار التلفزيون العربي السوري، بشار صقر، دمشق، دف الشوك.